السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع القنوط. القنوط يعني اليأس وخيبة الأمل من حصول الخير وعدم الرجاء والتمني والاستعانة وعدم طلب رحمة الله وغفرانه وهدايته. القنوط إنه ناتج عن كثرة المعاصي أو بسبب الفقر أو حلول المصيبة. نهى الله عن القنوط لأن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر وصفة من صفات الكفار. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. للتخلص من القنوط يكون بحسن الظن بالله، موقنا أن الله يستجيب الدعاء، وهو الذي يغفر الذنوب ويعفو، فيجب طلب رحمة الله ومغفرته وعدم اليأس. الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكرم والجود والعطاء، ويجب التقرب من الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه وعمل الأعمال الصالحة والإيمان بالقضاء والقدر، بأن الإنسان لا يأخذ أكثر مما قدره الله له، وأن يكون صبورا عند حدوث البلاء، وعدم التعلق بحياة الدنيا المادية بل بحياة الآخرة.